ركب محمد الطائرة، عدل جلوسه في مقعده وربط حزام الأمان. كان نشيطا قويا يحمل قدرا كبيرا من الوسامة الظاهرة، كان بعيدا عن ربه سبحانه وتعالى. أقلعت الطائرة وبدأ محمد التفكير في رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إنه سيستمتع هناك بأنواع من المشروبات، ستحتضنه المراقص والملاهي الليلية، سوف يجد الكثير من الفتيات اللواتي يبحث عنهن. مضت الرحلة وهو يرتب ويخطط، لم يدر بباله لحظة أن الذي أعطاه القوة والشباب قد يحرمه منهما في أي لحظة. وصل إلى أمريكا واستأجر شقة وضع فيها أمتعته وبدأت الجولات. سهر بالليل حتى الصباح ونوم حتى المغرب. طرق الأذان سمعه في أكثر من مرة في أكثر من زاوية لأقليات المسلمين هناك، لكنه لم يفكر أن هذا النداء له هو لأنه مسلم. أنفق الكثير من المال، سكر حتى ما عاد يدرك شيئا من حوله. قال محمد: مضت حياتي على هذا المنوال حتى جاءت تلك الليلة. دخلت إلى ذلك الملهى الليلي، كان مليئا بالفتيات الجميلات. طلبت كأسا وبدأت أرتشف. كنت أعلم أن الله سبحانه حرم الخمر، لكن شهوتي وغروري وحلم ربي كانوا قد أنسوني كل شيء. من بعيد نظرت إلي تلك الفاتنة واقتربت، كانت نظراتها تحمل الحب والغرام. اقتربت أكثر ثم مدت كفها ورمت بجسدها في حضني. صحيح أنني قد عصيت الله كثيرا، لكن شعوري في تلك اللحظة كان مختلفا عن كل مرة. كانت ملامحها تدل على أنها عربية، وفجأة تكلمت بلكنة عربية مكسرة. قالت: هل أنت عربي؟ قلت: نعم. قالت: وأنا كذلك، ومعي الجنسية الأمريكية، وأنا مولودة هنا منذ زمان. سألتني: ما اسمك؟ قلت: محمد. قالت: أنا لا أحب هذا الاسم. قلت: لماذا؟ قالت: لأنني نصرانية. ابتعد جسمي فجأة، فقد أحس قلبي بعدائها للإسلام، لكن هذا كان لا يؤثر في من كثرة الشهوات التي سكنت وغطت على قلبي. ابتسمت وغيرت الموضوع: هل تحبين الرقص؟ قالت: نعم. صعدنا معهم، رقصنا، ومرت الساعات طويلة، وطلبت منها أن تأتي معي لكنها رفضت. حاولت أكثر من مرة أن تمكنني من نفسها لكنها رفضت. انصرفت تلك الليلة وعيناي لا تفارقهما صورة تلك الفاتنة. ضعف قلبي كثيرا لبعده عن الله سبحانه وتعالى. ومرت الليلة الثانية والثالثة، وفي كل مرة يزداد القلب بها حبا وغراما، حتى حصلت الفاجعة. تكلمت معها تلك الليلة وقلت لها: أريدك أن تبيتي عندي هذه الليلة. قالت: أنا موافقة، بشرط أن تلبس هذا. وأخرجت من جيبها سلسلة في وسطها صليب صغير. تملكني شعور غريب، صحيح أنني عاص لله، صحيح أنني لا أصلي، صحيح أنني لم أرى والدي من شهور، لكنني مسلم، ولكن حبها فوق كل شيء. أسرعت وأخذت السلسلة وعلقتها في رقبتي كالمأسور كالسجين وأنا أبتسم. قالت بتعجب: واه، إنها جميلة عليك، هي هدية مني لك، لكن لا تقابلني إلا وأنت تلبسها. مرت الليالي مع تلك الفاتنة لذيذة جميلة، كان الشيطان يزينها لي. وفي ليلة رفضت المجيء معي، كنت في شدة شوقي إليها، حاولت أن أستعطفها، حاولت إغراءها بالمال. قالت: لا، بصراحة أريدك أن تصبح مسيحي. يا الله يا الله، وقعت كلماتها على قلبي كالصاعقة. قلت: مستحيل. قالت: وأنا أيضا مستحيل أن أرافقك بعد هذه الليلة. بدأ الشيطان يضحك علي، كان يقول: قل موافق، قل موافق فقط ولا يضرك، قل كفرت بالإسلام ولن يضرك شيء، فستريحك هذه الفتاة. ومضت تلك الليلة وجاء الغد، فإذا هي أكثر إغراء وجمالا. اقتربت مني حتى أصبح وجهها قريبا من وجهي، وقالت: يا قاسي، ألا تحس بالحب؟ ذوبتني تلك الكلمات حتى لقد كدت أسقط. قلت: بلى، وما الذي جعلني أتعذب وأتعلق بك؟ قالت: إذن ما الذي يمنعك من أن تتنصر؟ بل سأوافق على الزواج بك إذا تنصرت. هنا خارت عزيمتي، نسيت كل شيء، نسيت أن اسمي محمد باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت والدي عندما كان يوقظني وأنا في الابتدائية لصلاة الفجر، نسيت والدتي التي كانت تدعو لي بالهداية حين أدخل إلى المنزل في ساعة متأخرة من الليل، نسيت نفسي، لقد أصبحت عبدا للحب والهوى. ذهبت معها وحلقت رأسي وتنصرت، دخلت الكنيسة لأول مرة، بكيت بدون شعور، كانت دموع الإيمان تهرب من عيني وأنا أدخل من باب الكنيسة. يا الله، بعد هذا العمر الطويل أصبح كافرا،
أصبح كافرا، وجزائي ماذا سيكون؟ النار. أين خوفي من الله؟ أين حيائي؟ أين مجدي وعزي بديني؟ لقد مات كل شيء. رجعت بعدها إلى شقتي كالمجنون، كنت أتحسس رأسي الأصلع وأقول لنفسي: ماذا فعلت يا محمد؟ هل تركت دين محمد؟ بدأت أبكي كثيرا. أغلقت باب شقتي وأخذت أغرق في بحر من الدموع. جاء الشيطان ويقول: لا طريق للرجوع يا محمد، لا طريق للرجوع، لقد أصبحت الآن كافرا وستموت على الكفر وستدخل النار. تذكرت جدي عندما كان يؤذن للصلاة، تذكرت مصحفي الذي كان في غرفتي، تذكرت صديقا لي كان يكثر من نصيحتي ويقول: يا محمد احذر من سوء الخاتمة. بدأت أصرخ وأقول: لا يا رب، لا يا رب، لا تقبض روحي الآن، سأعود للإسلام، سأعود للقرآن، سأعود إليك يا رب. دخلت الحمام، ألقيت تلك السلسلة والصليب في المرحاض، اغتسلت وتطهرت وخرجت. لقد شعرت بأن كل ذنوبي زالت من فوق ظهري. قلت ودموعي لا تقف: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا الله، ما أحلاها من كلمات، كانت مفتاح السعادة. يا رب، أنا عائد إليك، أنا عائد إلى الصلاة، أنا عائد إلى بر الوالدين، أنا عائد إلى صلة الأرحام، أنا عائد إلى صوم رمضان، أنا عائد إلى كل ما يرضيك يا رب. ركبت أول طائرة تذهب بي إلى بلدي. كان أول شيء سمعته حين نزلت إلى المطار هو الأذان. خرجت الدموع دون إرادتي. هل ترى سيغفر لي ربي؟ دخلت على والدتي، رميت بجسدي في حضنها أبكي: يا أمي، لن أعصي ربي أبدا يا أمي، سامحيني في عقوقي لك وبعدي عنك. ضمتني إلى صدرها، قالت: ولدي، أحسن إلى ربك، فهو رحيم يفرح بمن تاب إليه. مرت الأيام، ومحمد من روضة إلى روضة، ومن سعادة إلى سعادة، وكلما تذكر تلك الرحلة لا تجف دموع عينيه. إذا اقتربت والدته من غرفته ليلا تسمع أنينا وبكاء، وإذا جاء الصباح تسمع قراءة القرآن والاستغفار. جاء يوم من الأيام فدخلت والدته عليه إلى غرفته لتوقظه لصلاة الفجر، فتحت الباب فوصل إلى أنفها رائحة طيبة زكية ما رأت مثلها قط. تحسست ولدها في سريره، مدت يديها فلم تجد ولدها، نظرت ببصرها الضعيف فإذا هو ساجد على سجادة الصلاة قرب سريره. وقفت تتأمل فيه وطال انتظارها، نادت: محمد، ولدي. لم يرفع رأسه. اقتربت الأم، مدت يدها، حركته فمال على جنبه. نظرت الأم ولم تتحمل، أترى سيكون ولدها قد مات وهو ساجد؟ لم تتحمل وهي تشاهد ذلك المشهد الرائع. خرجت الدموع من عينيها غزيرة وهي تنادي: يا أولاد، يا أولاد، يا أهل المنزل، يا أهل البيت، انظروا إلى أخيكم محمد. اختربوا، حركوه. يا الله يا أمه، لقد مات أخي محمد. يا أمه، مات وهو ساجد. علمت أن الرائحة التي وصلت إلى أنفها هي رائحة روحه الطاهرة التي رفعتها ملائكة الرحمة وصعدت بها إلى ربه ومولاه، وفرح مولاه بعودته فرزقه خاتمة حسنة. أحب الله فأحب الله لقاءه. هنيئا يا محمد هذا الحب، وهنيئا هذه الخاتمة. أرأيت أخي؟ أرأيت أختي؟ هيا مدوا أكفكم جميعا، دعونا نتعاهد أن لا نحب إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن نبغض ما يبغض الله جل وعلا.